السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى متابعين لولا يوسف. بوريكم بقى شوية أوردرات عندي مجمعاها البنات اللي بيشتغلوا عندي خامات، أصلا عندي بعض الجبرات. أوريكم بس أنا عندي الجبرات اللي هي الفل ووردة وأشكال حلوة كتير، يعني اللي هي القلب دي تاني، وكمان الوردة دي كمان شكلها حلو جدا. عندي جبرات كتير أوي شكلها حلو، خليني كده أوريكم شكلها. اللي هي برضك عاملة زي المروحة دي. والتاج، التاج ده كنت عاملة منه طقم سادة، وعندي الترشون، وعندي جبرات ملونة، وعندي كمان ده الجبر ده مطرز ده حلو جدا، وعندي تاج أبيض احنا بنحط على حرف الدفايات، بيتحط على الدفايات زي دي كده. انا عاملة مفرش، بوريكم الطريقة بتاعته وافرشهولكوا على السرير. اللي هو التاج الذهبي ده كمان اهو زي التاج اللي هو ده، وتاني وعندي حاجات كتير قوي حلوه. مطرزات، مطرز ده جميل جدا، كنت منزله برضك منه اطقم. اللي عايز يتابعني على صفحه الفيس يتابعني على صفحه الفيس بتاعه مبدعات ولاء يوسف، او مبدعات لشغل الملايات، وعندي صفحه خاصه بيا اللي هي ملايات العمريه ولاء يوسف. بصوا بقى الجمال، وعندي كمان اللي هي الجبره اللي هي دي بتعمل بقى دي اسمها جبر وسط، بتعمل منه برضك طقم سادة حلو جدا، وعندي منها على اوب، وعندي منها على تطريز. التطريز دي بتبقى عريضة خالص كده زي ما انتم شايفينها، بصوا تطريزة جميلة قوي. ده كله حاجات متاحة بالمتر وشحن لأي مكان، يعني حاليا دلوقتي انا بجهز في مكان ان شاء الله يكون ليا مكان انك تيجي تشوفي حاجتك. وده كمان بيتباع باللف او بالمتر عادي، جبرات حلوة قوي منها اشكال كتير. بصوا ما شاء الله، يعني حاجات حلوه قوي. والتاج ده كمان ده زي اللي هو الابيض بس ده على فضي، حلو قوي كمان. ودي كمان منها موديلات مع الساده اللي هي الدوريات دي، يا اما بتفرجيها وتعملي منها كنارين او ثلاثه او اربعه، دي خمسه وفي منها نوع اربعه. وطبعا الجبرات بقى اللي هي الملونه، هي اكتر يعني اكتر حاجه شغاله الجبر الكل، يعني الجبرات دي بتمشي بقى مع الاطقم اللي هي الكرد الهندي اللي هي دي. ده بيعملوا مثلا ده كمان اللي هو طول الهندي دوت، طوله مطرز وعليه لولي، وبتحط بقى ايه مثلا ايه الشبير مع كل لون. بس هنا الكاميرا مجمعه الشبير شويه. وعندي كمان ده اسمه ترشون مصري، بس هو على فكره منه نوعين، النوع اللي معاه ده حلو وناشف كده ما ينسلش، في منه نوع طري ممكن ينسل مع الغسيل، فالحاجات دي لازم نخلي بالنا منها شويه. ومعايا كمان من بعض الاوردرات طول كمان عليه زي ترتل كده مطرز منه فيه، حلو قوي. بصوا كمان في الزق بتاعه ده تحفه، طول ده كمان حلو قوي، هو كنارين على فكره، طول ده كنارين مطرز، وده كمان بردك حلو جدا. التطريز بتاعه حلو خالص زي الهندي كده، زي الشغل الهندي. بصوا التطريز بتاعه جميل قوي. الحاجات دي ايه اوردرات بنات يعني بيشتغلوا في الملايات بجيبها لهم، وانا كده كده عندي الجبير، وعندي كمان حاجه التغليف، وكمان عندي المجسمات بتتحط في اطقم الاطفال، ومعاها كمان بتتحط مثلا على على قماش كارو، دي بردك من بعض المجسمات، بردك منها اوردرات بردك بطلع منها. طبعا انا بشحن لاي مكان حاليا اونلاين، باذن الله يكون لي مكان قريب باذن الله. واساتك بالكيلو، يعني حاجات كتير قوي حلوه هتنفعكم. وكمان الكلفه اللي هي بردك بالكيلو، بس انا هفرغها وهتبقى باللفه. الكلفه دي حلوه جدا، وعمي بحطها على الملايات بتاعت الاطفال على الكرنيش او في الديل، هي والرفيعه دي كمان بنحطها على ديل الكرنيش، بتبقى حلوه خالص، وعلى فكره عمليه وما بتدوبش في الغسيل النهائي، ممكن القماش يدوب اما هي ما بتدوبش. وكمان ساري هندي، ان بصوا الحاجات لو انا مش عندي حاجه بكملها انا من بره، على ما يكون عندي ان شاء الله بقى المكان اللي ايه ادعوا لي كده يبقى عندي مكان فيه كل حاجه باذن الله. دي كمان من اطقم بردك بتتعمل بردك ملايات، بتحط على الكورنيش، وده ساري. يعني هنا كمان عندي كمان بقى الورده الطايره، اطقم بردك بتتعمل منها، هو عباره عن طل وعليه ورد كده بيقولوا عليه الورده الطايره، منه الوان كتير قوي حلوه، وعاملين منه اطقم، يعني ده عاملينه مع الفيروزي حلو خالص، والموف ده حاطينه مع الموف، والاصفر الكناري ده كله في الفراشه حاطينه مع الاصفر الكناري. وكمان معانا البينك ده مع البامبا الحلاوه،
ومعانا البطيخي، مع البطيخي في الوان كتير قوي حلوه، ومعايا الوان تانية على فكره، بس انا الفراء الورده الطايره ده منه الوان كتير قوي حلوه، والاصفر اللي هو الذهبي مع الاصفر الذهبي، وكمان الفيروزي مع الفيروزي. بصوا الالوان كلها تحفه ازاي. وعندي كمان الدفات، دي كنت عامله عليها عرض حلو قوي ب 115 بدل 125، بس للاسف دلوقتي ب 125، بتتباع بره على فكره ب 130 وب 135. خامه تقيله جميله والله، يعني انا الحمد لله ما بيجيبش حاجه مني مضمونه على ضمانتي. الدفايات ديت ساده قلوب، منها كشمير ورصاصي فاتح وفراني، يعني كذا لون، بس طبعا ايه اكتر الوان اتسحبت من السوق اللي هو النبيتي العنابي ده. انا عملت بقى منه الطقم الجميل ده، بصوا اهو ده بقى التاج اللي انا وريتلكم دلوقتي، عملت منه الطقم العنابي ده، هوريكم بردك الطقم ده هو مفروش في فيديو لوحده وطريقه عمله. وكمان من بعض الاقماش اللي بتبقى موجوده بردك عندي عمريه اهو، دي بردك اوردرات بردك بنات بردك معايا، ولو في بردك عايزين حاجه 3D، مش انا ما عنديش 3D، لكن لو متاح لي انا اجيب لهم معايا بجيب لهم 3D. ان شاء الله كل الشغل حاليا اونلاين وشحن لاي مكان، دي كلها اوردرات قماش مع جبرات مع دفايات كده يعني. والالوان الساده اهي، انا عندي كمان الوان تانيه ساده بس مش موجوده في نفس المكان، اطقم ساده يعني اللي هيعمل تحب يعمل اطقم ساده مع جبرات. دلوقتي الشغل الساده دلوقتي تركزوا عليه اكتر في شغل العرايس، افضل واحلى من المنقوش، لان العرايس اساسا بتبقى عايزه حاجات زي المطرزه الجاهزه. الالوان دي كده ايه الفواتح، وعندي الوان تانية بس في مكان تاني فمش عارفه اصوره مع الفيديو ده. هنيجي بقى هنا بقى للجبير القمر ده، الجبير ده على فكره منه اطقم مشهوره قوي على موقع اسمه بركال هوم بتاع شغل جاهز، عامل الطقم دوت بالجبير الجميل ده. الجبير ده على فكره هو الاصل نفس الجبير اللي موجود في الطقم، انا جبته لكم ده مستورد، هو متاح ان شاء الله بالمتر، ومنه كمان المقاس الاقل، ومنه كمان مقاس كمان 5 سنتي. حلو جدا خالص يا بنات، ان شاء الله متاح كل حاجه متاحه عندي، شحن اونلاين لاي مكان، هيبقى البيع عن طريق الاونلاين والشحن لاي مكان. بصوا بقى ده، قطن بردك مشحم، قطن مشحم يعني هو اصلا يعني في لمعه بسيطه خالص كده، بس جميل جدا، خامه حلوه خالص والوانه حلوه، هو لون بتنجاني، ومعاه بقى الجوبير ده، يعني بصوا هو بقى الجوبير ده بيتعمل كشكشه كده فوق الكورنيش، وده قافل عليه كده، ده قافل عليه كده، ثواني بس اقوله لكم زي ما انتم شايفين كده. وكمان بردك من حاجة التغليف اهيت، دي شنطة، دي على فكرة شنطة طقم اطفال توينز، الشنطة بتبقى ناحيتين، كل ناحية بسلسة، ممكن تحطي فيها طقم الاطفال فيلات، وممكن تحطي فيها طقم اطفال بكرانيش، دي واخدة فيها طقم اطفال كرانيش، وممكن تاخد كمان طقم الاطفال فيلات. انا كنت كمان عاملة لكم حلقة عن التغليف موجودة في الفيديوهات، بس تكملي ده يعني محطوط فقلت بوريه لكم كمان. وده الجبير اهو، بصوا بقى الجبير ده اسمه جبير اورجانزا، انا انصحكم ان انتم مش تشتغلوا بيه، لانه اصلا مع الغسيل بيروح بارم، يعني هو عند الزبون لما بتبل ميه لو انت مثبتاه من ناحيتين تمام، اما لما تيجي تحطيه على حرف كورنيش مع الغسيل بيبرم، بيروح بارم وبكده خلاص لازم يتكوي ويتفرد، فطبعا ما فيش زبون هيكوي. فانا انصحك بلاش بقى الجبير دوت، نستبدله بالحاجات الحلوه اللي هي دي بقى ولا تدوب خالص من الغسيل النهائي، دي التنتيلا ديت حلوه جدا ما بتدوبش خالص نهائي نهائي مع الغسيل، لانها اصلا من الحاجات اللي بتتحط على الملابس، بتتحط في الاطقم اللي هي الكرانيش، تحطيها كده مكان الجبرات، وتعمليها زي ما انا قلت لكم بقى ايه كرانيش الاتنين فوق بعضيهم، وده كمان بتحط مثلا على الكورنيش مثلا كده من غير دوت كده، حلو جدا خالص. وكمان يعني الحمد لله عندي كمان اطقم مطرزه، بصوا الجمال، الاطقم المطرزه دي فراشه بتتحط على الخدديات وفي كنار الملايه، ممكن تحطيها مع بينك، ممكن تحطها مع ابيض، بصوا ده رخل الكروزه تحفه، وده طقم مطرز بتحط مع كشمير، كنارات دي كلها كنارات بتتحط مع الساده، تعملي منها اطقم جاهزه. بصوا بقى البجعه دي، طبعا اكيد انت اللي شغال في الميلاد عارف البجعه، دي اطقم كبيره واطفال، بصوا الالوان جميله ازاي، متاحه ان شاء الله كله اونلاين. بصوا كمان الاطفال، بصوا الالوان حلوه ازاي، ده كشمير وده سيمون،
والبطيخ ده كمان، ده كله اطفال. والقطة ده بيج وبينك وبيج، ليموني. الفي ده فيل سيمون، والفيل بطيخي. ان شاء الله كل ده متاح اونلاين، وشحن لاي مكان. الاسعار بقى بتبقى عن طريق الواتس، هكتب لكم الواتس في صندوق الوصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.